اعتبر المدابس في الزمن السابق هي الأمن الغذائي لأهالي المنطقة، فالمدبسة يخزن فيها بعد نهاية محصود التمار من النخيل ويعبى في اليربان، يخزن المدبسة. المدبسة المكان المغلق اللي لا توجد فيه فتحات تهوية، فقط البوابة. كذلك عن طريق الحرارة ينزل الدبس إلى اليابية، وكل يومين صاحب المدبسة عليه أنه يحضر ويعبي من المدبسة إلى الإبرام أو الخروس، فهذا دبس. طبعا هذه طريقة براعة اختراع للأوليين، الأهالي الآباء والأجداد عرفوا أن التمر فيه عصارة الدبس، فاخترعوا المدبسة لتخزين الدبس.